طيب ماذا قال خفير أجيري في المؤتمر الصحفي اللي عقده النهارده؟ خفير أجيري قال إن وجودي في البطولة الإفريقية خبرة كبيرة لي. تمام، يعني ماشي، إحنا عايزينك تبقى عندك خبرة كبيرة جدا، بس عايزين ناخد البطولة دي الحقيقة بالنسبة لخفير أجيري. أيضا قال أجيري قال أزمة وردة وإصابة جنش لن تؤثر على قوة المنتخب. طيب أنا الحقيقة برضو من يومين ثلاثة اتكلمنا في موضوع عمرو وردة، وكان معايا الحقيقة الكابتن عادل طعيمة اللي النهاردة إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا، وكان من وجهة نظره أن يتم استبعاد عمرو وردة بغض النظر عن رأيي في الاستبعاد أو لا، وأن الاستبعاد ده تم على أساس إيه، ولكن أنا وجهة نظري في هذا الموضوع أن أنت كاتحاد كرة قدم عندما تاخد قرار أو عندما يتم اتخاذ قرار مهم زي ده باستبعاد لاعب من المنتخب القومي اللي 23 لاعب، تستبعد لاعب وانت عندك مبرراتك وعندك أسبابك، ما ينفعش مرة ترجع مرة أخرى بعد أن يتم استبعاده، ما ينفعش ترجعه مرة أخرى بعد أن يتم استبعاده. دي وجهة نظري في الموضوع، على الرغم من أن أنا كنت من الناس اللي كانت يعني شايفة أن الموضوع لا يستحق كل هذا التهويل ولا يستحق كل وجهة نظري، يعني ما يستحقش كل هذا الموضوع، ولكن أنت كاتحاد كورة، أنت كاتحاد كورة وكمدير فني لما تم استبعاد عمرو وردة اتقال إيه؟ اتقال إن كان هناك اجتماع ما بين المهندس هاني أبو ريدة وخفير أجري في 5 دقائق، الاجتماع ده قعد 5 دقائق، وبعد هذا الاجتماع قرر المهندس هاني أبو ريدة المشرف العام على كرة القدم في مع منتخبنا في منتخبنا على منتخبنا الوطني، وخفير أجري المدير الفني، الاثنين قررا أن يتم استبعاد عمرو وردة. هل ملابسات الموضوع ما ينفعش تتكلم فيها أكتر من 5 دقائق؟ يعني اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت والفيديوهات اللي انتشرت، هل بعد كده عرفت ان هي فيديوهات مفبركة؟ يعني شيء غريب من وجهة نظري، ان هو شيء غريب جدا 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 عودة عمرو وردة او اي لاعب، انا مش بتكلم على عمرو وردة هنا تحديدا، ولكن عندما يتم اتخاذ قرار باستبعاد لاعب من معسكر منتخب في مثل هذا التوقيت وقبل المباراة بساعتين ثلاثة او قبل المباراة بخمس ست ساعات وقبل مباراة مهمة ومصيرية، تاني يوم او يوميها بالليل يطلع اللاعب يعتذر وبعد كده يتقال ان رجع للمنتخب بعد اعتذاره لان اكتشفنا ان الفيديوهات مفبركه. طيب هو حضرتك يعني كاتحاد كوره يعني بتلعب بمستقبل اللاعب ازاي؟ يعني هل انت كان من المفترض ان انت قبل ما تعمل او قبل ما تتخذ مثل هذا القرار الصعب جدا على مستقبل اللاعب كان يجب ان تتاكد من كل الاسباب اللي تحت ايدك، ولما تاخد القرار ما ينفعش ترجع فيه مره تانية مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. مش عشان عبد الله السعيد لسه لم يظهر بشكل جيد حتى الان